مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من سلسلة دروس شرح التسويات القيدية المتعلقة بالمصاريف. اليوم راح نتناول Adjusting Entries for Prepaid Expenses باستخدام طريقة البالانس شيت ميثود، وراح نأخذ المثال رقم 4. المثال رقم 4 هو مثال مشابه للمثال رقم 3، لكن تم تغيير طريقة إثبات قيد اليومية، وطلب من عندي أثبت القيد في أسلوب طريقة الميزان العمومية مثل ما تلاحظون أمامنا الآن. راح أقرأ المثال وأترجمه. في 1/4/2016 بغداد كومباني بيت، يعني سددت مبلغ 36,000 دينار for insurance policy، عن بوليس التأمين. This amount، هذا المبلغ، is covering، يغطي فترة 3 سنوات، يعني 36 شهر، إذا نحسبها بالأشهر. Commencing، يبدأ في 1/4/2016 ولغاية 1/4/2019. Required، using the balance sheet method، المطلوب إثبات قيد اليومية اللي هو journal entry، والadjusting entry اللي هو قيد التسوية لسنة 2016 فقط. بالنسبة إلى قيد اليومية، شركة بغداد راح تثبت المبلغ 36,000 دينار اللي تم تسديدها إلى التأمين عن طريق إثباتها كمصاريف مدفوعة مقدما. السبب هو أنه في السؤال طلب من عندي استخدام طريقة البالانس شيت ميثود. طريقة البالانس شيت ميثود تقول أنه عندما يتم تسديد أي مبلغ عن المصاريف يتم إثباته كمصاريف مدفوعة مقدما، وهذا هو الشرط لهذه الطريقة. إذا راح نثبت حساب البريبايد إنشورنس إكسبينس في الجانب المدين، واللي سدد المبلغ هو الكاش، لذلك راح يتم وضعه في الجانب الدائن. هذا هو قيد اليومية المتعلق بإثبات مصاريف التأمين وفقا لطريقة البالانس شيت ميثود. في نهاية السنة نحتاج إلى إثبات قيد تسوية لتعديل الحسابات ومبالغها. فأول فقرة راح نقول إنه المونثلي إنشورنس إكسبنس، يعني مصروف التأمين الشهري، هو 36,000 دينار عن طريق قسمته على 36 شهر اللي هي 3 سنوات، فراح يطلع للدينار شهريا. مبلغ التأمين لهذه السنة اللي هو الانشورنس اكسبينس لسنة 2016 راح يكون 9 أشهر فقط، اللي هي من 1/4/2016 لحد نهاية السنة هي 9 أشهر، في 1,000 دينار شهريا راح يكون المبلغ 9,000 دينار. والبريبايد انشورنس اكسبينس المدفوع مقدما للسنوات القادمة أو الفترات القادمة راح يكون 36,000 دينار ناقص 9,000 تخص هذه السنة، فراح يكون 27,000 دينار مدفوع مقدما عن الفترات القادمة عن سنة 17-18 وجزء من 19. لذلك راح يتم إثبات قيد التسوية بالشكل التالي. أول فقرة أفكر بها أنه مصروف التأمين لهذه السنة راح يكون 9,000، من أروح أشوف السجلات أو الحسابات ما راح ألقى أي وجود لهذا الحساب في سجلاتي، لذلك يجب إظهار هذا الحساب من خلال قيد التسوية. فنظهر هذا الحساب بمبلغ 9,000، طالما أن الحساب هو مصروف فبالتأكيد راح يكون إظهاره في الجانب المدين Insurance Expense مبلغ 9,000. بالنسبة لحساب البريبايد Insurance Expense، هذا المصروف المدفوع مقدما، احنا نريد رصيده أو يكون مبلغه 27، هو موجود في قيد اليومية لكن مبلغه 36، فحتى نخفض مبلغ البريبايد من 36 إلى 27 لازم نخفض أو نلغي من عنده 9,000 دينار، لذلك راح نخليه في الجانب الدائن من قيد التسوية وبالشكل التالي. بهذا نكون قد خفضنا حساب البريبايد من 36 إلى 27، والمصروف ظهر عندنا ب 9,000. هذا المبلغ راح يتم غلقه في الأرباح والخسائر. أما حساب البريبايد راح يتم ترصيده، والرصيد اللي هو 27 راح يظهر في قائمة المركز المالي أو قائمة الميزان العمومية، ومثل ما نلاحظه أمامنا الآن.
فهذا البريباد انشورنس اكسبنس ظهر ب 27000 دينار في جانب الموجودات المتداولة. أما مصروف التأمين اللي هو الانشورنس اكسبنس فهو يظهر ضمن جانب المصاريف في حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 9000 دينار اللي هو رصيد هذا الحساب. هذا نكون قد أوضحنا طريقة المعالجات القيدية المتعلقة بالمصاريف. نلتقيكم في الدرس القادم لشرح التسويات القيدية المتعلقة بالإيرادات. تحياتي.